مش ميونو حصلي خلدا صلى عليه مات المران المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد أهلنا أيها الآب القدوس أن نحيي في هذا اليوم ذكرى صفيك القديس شربل فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا وشفيعا ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك ونبلغ مصاف مختاريك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في آلام ابنك الحبيب على الأرض ومجده في السماء لك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد السلام للبيعة ولبنيها لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي يدعونا إلى الشركة في قداسته وإلى الابن الحبيب الذي يسبغ علينا نعمة البنوة بتجسده وموته وقيامته وإلى الروح القدس الذي يكشف لنا ويكمل فينا على الدوام عمل الآب والابن الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد أيها المسيح إلهنا يا من دعوت الآب شربل ليختفي خطاك في نور حياتك الخفية وتضحياتك على الصليب لقد شئت أن تكون حياة شربل شهادة لك فعلى مثالك توحدا في القفر لكي يصوما ويصلي ويجرب وينتصر وحمل صليب الحياة النسكية الشاقة وأوجاع لبس المسح والحديد الشائك ومعك قدم نفسه قربانا للآب السماوي والآن نسألك أيها المسيح إلهنا بشفاعته على عطر البخور أن تهبنا نظيره بصيرة صافية ووجها مشرقا وقلبا نقيا فلا نحيد عن محبتك والإيمان بك ورجاء مجدك أهلنا للقيام معا عن يمينك في ملكك الأبدي برخمورش كوني فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد
تسقي الأرض بالدمع للإنسان في عدن قال الله قد ذاب مثل الشمع روى الأرض شربيل من دماه صخر الصوار يا شربي نشفع لنا قد أعطاك ربك مجد لبنان هللويا حرسنا ارضى اللهم عن صلاتنا وعطورنا كما سرك وارضاك صفيك شربي بحبه لك وشوقه إليك أسبغ علينا نعمك وألهمنا نحبك حبا كبيرا يليق باسمك الذي أنعمت علينا بأن نحمله واسما أبديا حيا برخمورمون رشكوني فنرفع إليك المجد إلى الأبد قاضي شاد قالوه قاضي شاد حائلتون قاضي شاد لوموتو اترحم علينا قاضي شاد قالوه قاضي شاد القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد سبحي الرب عني وافرحي بالقديس عند حيه وغني عند الرب مرضي المسيح عيد القديس شربل
ولد هذا القديس في 8 أيار 1828 في بقاع كفرة من لبنان الشمالي. أبوه أنطون مخلوف وأمه بريجيتا عرفا بتقواهما الصحيحة. ترك يوسف بيت أبيه بعمر 23 وقصد الترهب في الرهبانية المارونية اللبنانية. دخل الابتداء في دير سيدة ميفوق، ثم انتقل إلى دير مارون عناية، حيث أتم عامه الثاني من الابتداء. عينه الرؤساء تلميذاً، فأرسل إلى دير كفيفان، حيث قضى 6 سنوات في درس الفلسفة واللاهوت، وتربى هناك على أيدي رهبان قديسين، خاصة الأب نعمة الله الحرديني المعروف بقديس كفيفان. رسمه كاهناً في بكركي المطران يوسف المريض في 23 تموز 1859. أقام الأب شربل في دير مارمارون عناية بعد سيامته مدة 16 عام، متمرساً بأسمى الفضائل الرهبانية ولا سيما فضيلتي التواضع والطاعة. وقد أجرى الله على يده في الدير آيات باهرة، منها آية السراج الذي ملأه له الخادم ماء بدل الزيت، فأضاء له ساعات صلاته الليلية. طلب من رؤسائه بإلهام الله الاستحباس في محبسة دير عناية، فأذنوا له بذلك عام 1875، حيث قضى فيها 23 سنة. لقد أطلق العنان في المحبسة لكل رغائب قلبه السخي العطاء، فضاعف أعماله التقشفية وزاد شغفاً بالتأمل والصلاة والاستغراق بالله، حتى أصبح إنساناً سكراناً بالله. ومن تقشفاته أنه كان يركع على طبق من قصب ذي حروف شائكة، يلبس المسح على جسده، ينام قليلاً ويصلي كثيراً، ويعمل في الحقل عمل اليد بموجب قانون الحبساء. وما لبث أن انتشر عرف قداسته، فأخذ الناس يقصدونه لينالوا بركته وليلتمسوا منه شفاء أمراضهم وخصب مواسمهم. وقد أجرى الله على يده آيات عديدة في حياته، وعام 1898 في الأسبوع السابق عيد الميلاد شرع الحبيس يتلو القداسة كعادته، فما أن تلا كلام التقديس وبلغ إلى رفعة الكأس والقربان تالياً صلاة يا أبا الحق، حتى أصابه عارض الفالج، فاستمر رافعاً الكأس والقربان وأصابعه متشنجة عليه. تمكن رفيقه الأب مكاريوس من نزع الكأس والقربان من يده وحمله إلى غرفته. قاس أوجاعاً مرة ثم مدة 8 أيام دون أن ينقطع عن إتمام قداسته، إلى أن أسلم روحه بكل هدوء مساء عيد الميلاد 1898. دفن الأب شربل في مقبرة الدير العمومية، وقد شاهد أهل الجوار ليلة دفنه نوراً يتلألأ فوق ضريحه، وتكرر ظهور النور طوال 45 ليلة. ولكثرة الخوارق أذن البطريرك إلياس الحويك بفتح قبره، فوجد جسمه سالماً من الفساد، وجرى من خاصرته دم ممزوج بماء، وأخذ جثمانه ينضح عرقاً دموياً، وعيد جثمانه إلى قبر جديد عام 1926. وسنة 1950 في 22 نيسان كشف على الجثمان لجنتان طبية وكنسية بأن جثمانه سليماً صحيحاً كما كان قبلاً، مغموراً بدمه الراشح منه. وانتشر خبر هذه الظاهرة، فتهافت الناس ألوفاً إلى الدير، فتكاثرت حول الضريح حوادث الشفاء من أمراض متنوعة مستعصية، فضج لبنان والعالم بأخبار هذه الحوادث الخارقة،
وتماوج الزوار في أروقة الدير كبحر زاخر، مصليين تائبين خاشعين. وعام 1965 في ختام المجمع الفاتيكاني الثاني رفعه قداسة البابا بولس السادس إلى شرف الإكرام على المذابح، وأحصاه في مصاف الطباويين، وقد تشيدت على اسمه كنيسة في عناية قرب ضريحه، تعد اليوم من أجمل كنائس الشرق. وقد أعلن قداسة البابا بولس السادس نفسه الطوباوي شربل قديساً في التاسع من شهر تشرين الأول 1977. صلاة القديس شربل تكون معنا، آمين. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى روما. وباركي رئيس الكهنة. المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد، آمين. يا إخوتي، نحن نعلم أن الله يعمل كل شيء لخير الذين يحبونه، أولئك الذين دعاهم بحسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضاً فحددهم أن يكونوا مشابهين لصورة ابنه، حتى يكون ابنه بكراً والإخوة كثيرين. والذين سبق فحددهم هؤلاء أيضاً دعاهم، والذين دعاهم هؤلاء أيضاً بررهم، والذين بررهم هؤلاء أيضاً مجدهم. إذن فماذا نقول بعد؟ إذا كان الله معنا فمن علينا؟ فالله الذي لم يبخل بابنه بل سلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً، كيف لا يهب لنا معه أيضاً كل شيء؟ فمن يشكو مختاري الله؟ الله يبررهم. فمن الذي يدين؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل أقيم، وهو أيضاً عن يمين الله، وهو أيضاً يشفع لنا. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أضيق أم شدة أم اضطهاد؟ أم جوع أم عري؟ أم خطر أم سيف كما هو مكتوب؟ إننا من أجلك نمات النهار كله، وقد حسبنا مثل غنم للذبح. إلا أننا في كل ذلك نغلب بالذي أحبنا، فإني لواثق أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رئاسات ولا حاضرة ولا مستقبل ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا أي خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. والتسبيح لله دائماً. الصديق كالنخل يزهر، ومثل أرزى لبنانا ينمي. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب، نصلي. السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم
فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال متى الرسول: ترك يسوع الجموع وأتى إلى البيت، بيت مار بطرس، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: اشرح لنا مثل زؤان الحقل. فأجاب وقال: زارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هم أبناء الملكوت، والزؤان هم بنو الشرير، والعدو الذي زرع الزؤان هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزؤان ويحرق بالنار، كذلك يكون في نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من مملكته كل الشكوك وفاعلي الإثم، ويلقونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. حينئذ يسطع الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان فليسمع. حقا والأمان لجميعكم. سمعنا آخر جملة بالإنجيل، إنجيل متى، بيقول: حينئذ يسطع الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. أخي المونسيور نبيه، أخي شماس صبحي، أحبائي جميعاً، الإعلام نورسات اللوميير وراديو ماريا الذين ينقلون مشكورين هذا الاحتفال، هذا القداس الإلهي بمناسبة عيد القديس شربل. نحن اليوم فرحون لأننا في عيد، وكل يوم نكون مع الرب نكون فرحين وكأننا في عيد دائم. ومع القديس شربل نحن فعلا في عيد وفي تأمل في حياتنا على ضوء حياة هذا القديس التي سمعناها في السنكسار سيرة القديسين. مار شربل ثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى في البيت حتى أصبح بعمر 23 سنة. المرحلة الثانية دخوله إلى الدير ودروس الفلسفية واللاهوتية والصيام الكهنوتية. والمرحلة الثالثة هي المحبسة. بهالمراحل الثلاثة مار شربل كان عم يمشي بطريق مسيرة نحو الرب. الرب دعاه وهو في حشى أمه، مثل ما بيقول بالعهد القديم عند الأنبياء في أشعيا وإرميا. وهذه الدعوة نمت في البيت. ما كان في كتير فرق بين البيت والدير. كانوا بالبيت يصلوا على بكرة وعلى الظهر وعشية، كانوا يركعوا كل يوم وكانوا يقدسوا. كانت حياتهم كأنه حياة دارية، عايشين ببساطة وبالفقر وبالتواضع وبالمحبة. حتى أنه أحد المستشرقين يلي إجا على لبنان سنة 1584
بيقول التقيت بأبناء هذا الجبل الذين عاشوا في هذه الجبال هرباً من الاضطهاد وحفاظاً على إيمانهم. بيحكي كيف كانوا الرجال يتصرفوا، كيف كانوا النساء، كيف كان الأطفال، وبيقول شعب طيب والفضل في ذلك إيمانهم العميق بالله وعيشهم هذا الإيمان. وبيقول كمان لم أجد في أي بيت وأي منطقة أي حالة طلاق في العائلة. أكيد وقت يكون ربنا موجود بقلب العائلة بوحد العائلة ما جمعه الله لا يفرق إنسان، مش ممكن تكون الحياة إلا مباركة وإلا حلوة وإلا حياة إيمان ورجاء ومحبة. في هذه الأجواء القديس شارب العاش في أعلى ضيعة في شمال في لبنان وفي شمال لبنان اسمها بقاع كفرة، وكانت أمه وبيه منها الأمهات والآباء الطيبين. فكرة دخوله إلى الدير نميت عنده، خاصة عنده اثنين أخواله كانوا حبسا في وادي قنوبين. وادي قنوبين اللي رايح على لبنان بيعرف أعكافرة فوق وادي قنوبين تحت، يعني تقريبا في حوالي 1200 متر عمق. كانوا يصلوا، كأنه مار شربل كمان تأثر بأخواله، وإلا بعمر 23 راح على الدير. أكيد ما راح أحكي عن كل حياته يلي سمعناه كافي، بس حب أقرأ لكم أو إلكم شو هالسر يلي خلى مار شربل اليوم يكون ساطع في كل العالم انطلاقا من عناية. بيقول وقت تطلع على عناية فوق تطلع بتلاقي إنه قديش إلى قيمة العزلة والصمت والتأمل في بناء الكنيسة، في بناء المجتمع يلي مثل ما عايش مار شربل. وبعدين بس تطلع تطلع هيك بالمحبسة وحواليك بهالوديان والجبال بتقول شو مهمة الصلاة الشخصية والجماعية، تلتقي بذاتك وبتلتقي مع الله مطرح ما كان مار شربل. هون على هالتلة بندخل بمدرسة اسمها مدرسة الصلاة يلي هيدي إذا غابت تفرط العائلة، تفرط الرهبنة، تفرط الكنيسة والرعية. الصلاة الحقيقية نمت في التراث الرهباني العريق هيدي الصلاة. وأكيد مار شربل مشي على خطى القديس مارون يلي مارون عاش بالقرن الرابع والخامس، واليوم مع مار شربل نحن بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر. مدرسة الحب العميق يلي حول البسطة والضعفة إلى عظماء أشداء، مش هيك بتقول عذراء بتعظم نفس الرب، رفع المتواضعين وواضع المتكبرين، نزلهم عن العروش. مش معناتها هون نزلهم، حياتهم هي يلي بتنزلهم. يلي بيمشي بالكبرياء يصطدم بيوقع، بتكون وقعته كتير كبيرة ومؤذية خطيرة وبينهي حياته، بينما المتواضع والبسيط بيطلع درجة درجة وبيوصل للقمة. سر الصلاة بيكشف لنا بالعمق بعيد عن الضجة. هودي وحدهم القديسين مثل مار شربل استطاعوا إنه يوصلوا إلى تلك القمم. وشو كان عم بيساعدهم؟ نعمة الله بسفرهم طويل نحو الرب. من هون في رسالة مار بولس بيقول الله يعمل كل شيء لخير
الذين يحبونه. أنا بسأل نفسي وبسألكم، فعلاً أنتم بتحبوا الله؟ إذا بتحبوا الله ليكم مربولوس برسالة اليوم يلي قريها خينا بكل وضوح، بيقول إن الله يعمل كل شيء لخير الذين يحبونه. من هيك نحن معودين نقول اتكل على الله، نشكر الله، الله بيدبر. نعم، هول الكلمات البسيطين هودي فيهن عمق، فيهن إيمان، فيهن قوة صلاة، وهودي فعلاً وقت بنقولهم باختصار بيكونوا هن خلاصة حياتنا. بيقول ربنا برسالة أو مربولوس بالرسالة، هودي الذي دعاهم الله بحسب قصده، هو حط إيده عليهم قال له أنت، مثل ما قال له لمتى العشار كان عم بيشتغل بالمصاري على بحيرة طبرية، قال له اترك تعا الحق، قال له لما بطرس وخيو سمعان ودراوس كانوا بالشباك تركوا الشباك وأجعلكم صيادين الناس، كانوا هن صيادين سمك. فإذا ربنا هو بيدعي، هو بيحدد مين بده لخدمته، بيحب الكل ولكن بيختار مثل ما اختارنا نحن من أجل خدمة الأسرار والكنيسة وشعب الله. بيقول سبق فحددهم أن يكونوا مشابهين لصورة ابنه. من هو طلع على ابن شربل، طلع بالعمق فيه بنظراته بعيونه بهالانحنى بهالخشوع، شوف فيه صورة المسيح، شوف المسيح مشع من خلاله. لهالسبب وين المسيح موجود بتلاقوا هالناس عم تركض، بتشوفوا شخص عنده روحانية بحياته، بتشوفوا الناس اجت لعنده. شو هالسر؟ شو هالقوة هاي؟ هذا سر حضور الله بأشخاص مثل مرشاربي والقديسين يلي هن جذبوا الناس إلى المسيح من خلال حياتهم، من خلال تضحياتهم، من خلال حمل الصليب. تصوروا مرشاربي هلأ إذا سمعتوها كان يركع ساعات وساعات على القش، على شيء هيك يعني يأذي ركابه ويصلب إيديه ساعات كمان، حتى انه مره كان بالشتاء اجت صاعقه زاعقه بنسميها عنا وحرقت له ثوبه، ما انتبه راكع عم بيصلي، لا بل انه رفقاته قالوا كان مرتفع على الارض هو عم بيصلي. هيدا قديس مار شربي، واحد مثلنا، منا وفينا، من بلادنا، من ارضنا، من كنيستنا. لكن وين صار؟ ليش وصل لهون؟ لانه حمل صليب المسيح، أحب المسيح، الله أحبه، هو جاوب على هالحب ووصل وصار قديس. لأن وقت اللي مات 1898 ليلة عيد الميلاد كان في ثلج، كان في شتاء، والعالم كلها مخبية ببيوتها، حتى أنه الرهبان ما كانوا موجودين، راحوا كان في ميت البطرك الحج بوقتها، راحوا يحضروا دفنه. كم راهب بالدائر حملوه راحوا حطوه بهالمدفن، سكروا عليه وزمهرير وتلج إلى آخره ورجعوا سكر. تاني يوم بالذات من عشية بلش قبره يضوي لمدة 50 يوم، تحرك العالم شيء مش طبيعي. وكانوا بحياته بيقولوا إجا أبونا القديس، نعم، يجوا لعنده يتبركوا منه يعترفوا دخيلك ابني مريض، دخيلك بنتي مريضة، دخيلك خيي مريض. كان يروح أحياناً ما يروح، ليش ما يروح؟ يقول لهم قبل ما أوصل رح يموت. وأحياناً كثير يروح ويحط إيده ويصلي ويشفى المريض، وكمان كان يروح يصلي يعرف إنه هذا المريض بده المشحة، يروح يصلي له يمسحه بعدين يموت. بيقول لهم هالختيار أو الختيار أو هالشاب أو هالبنت طلعوا على السماء. نعم، هيدي الحياة رائعة جدا. يا ريت نحن بكل زيارة بنزورها لمار شربل، بكل صلاة لمار شربل،
بنقول له بنطلب منه انه يتشفع لنا عند الرب لحتى هالكمية الضخمة من الشر الموجود اليوم، كمية القتل والتهجير والقتل بكل أنواعه، ونحن كمسيحيين عشناها، وكل حتى صغار اليوم، والفرق بين اليوم والماضي إنه اليوم مدونة، اليوم مصورة، اليوم مكتوبة، ما فينا ننكرها بقى. وهودي اللي عملوا هيك رح التاريخ يلفظهم ينهيهم. والحلو إنه نحن المسيحيين بهالظروف الصعبة يلي مرقنا فيها في العراق وفي سوريا وفي مصر خاصة، ويلي ماتوا كمان بليبيا واستشهدوا من إخواننا، ويلي عم بيموتوا بالأرض المقدسة أو وين ما كان أو حتى في لبنان من أجل إيمانهم، ما سمعنا حدا طالب إنه ينتقم. مزبوط؟ بالعكس، أحد المذيعين المصريين قال له أنت شو بتطلبي؟ مات ابنك امبارح بالانفجار على باب الكنيسة، انتقام، كيف بدك الانتقام؟ قلت له لا، نحن ما بننتقم، ربنا هو بينتقم. نحن منسامح وبنغفر، لا بل نحن بنصلي من أجل هالقتلة لحتى يرجعوا لذاتهم لضميرهم، يعرف شو عم بيعملوا. نحن قبلنا استشهد، نحن قبلنا، نحن نتبارك صار إنه بالسماء، هيدا شهيد. شو بيقول للمذيع وبتعرفوها هاي؟ بيقول لها يا امرأة أنت من هذا العالم، لست من هذا العالم. هذا الكلام اللي قاله المسيح بإنجيل يوحنا، أن أنتم في العالم ولكن لستم من العالم. من هون نحن المسيحيين مسؤوليتنا كتير عظيمة وكبيرة، لأنه ما حدا عنده غفران مثلنا، ما حدا عنده غفران، ما حدا عنده المحبة، ما حدا بيعرف يسامح. لأنه إذا قتلتني وقتلتك شو المشكلة يعني؟ هين كتير. من هيك بقول مار بولس لا تبادلوا الشر بالشر بل بالخير، وهي معناها كلمة المسيح من ضربك على الأيمن در له الأيسر. هاي معناها كلام المسيح أحبوا أعدائكم. شو يعني؟ أحبون شلون من حقدهم، شلون من بغضهم، خليهم يعرفوا إنه اللي عم بيعملوه هذا خطأ مميت، والصح هو دائما بالمحبة والصفح والغفران. هيدي إياها. ومر شرب العاش بظروف صعبة مثل اليوم، كان في حروب 1840 1860، قال بينه وبين نفسه شو بدي أعمل؟ راح قعد ركع يصلي. نحن اليوم أمام شخص ما عندهش ولا كتاب مكتوب، عنده هاي كتاب الصلاة عملوه الرهبان حاطين فيه حياته وصلوات قراءات بدكن إياه، ما كتب، ما عمل مذكرات، ما عمل مؤلفات. مش معناتها اللي عملوا مؤلفات مش منيح، لا، الديسين كبار كمان، بس طريق مار شربل كانت غير طريق العزلة والصمت والصلاة. كتب محبة الله بقلوبنا كلنا سوا ب 22 الشهر، وبعيد مار شربل كل هالناس اللي عم تطلع هاي بفضل شفاعة وتدخل مار شربل لحتى قالوا للناس عن يد نهاد الشامي وغيرها، يا جماعة إذا بدكم تخلصوا طلعوا صلوا، إذا بدكم تخلصوا توبوا عن خطاياكم، إذا بدكم تخلصوا شيلوا الحقد من قلبكم، حطوا المحبة، إذا بدكم تخلصوا عيشوا بهالعالم، اشتغلوا، عملوا كل شيء، ولكن ابتعدوا عن الخطيئة، ابتعدوا عن الشرير، ابتعدوا عن الشيطان يلي بيخربكم حياتكم والخطأ. كلنا ضعفة مش الخطيئة، يعني التملك الخطيئة فينا هيدي بتخلينا نموت بخطايانا. وإذا مار شربل يسوع بعت لنا إياه، وهو عم بيقلنا روحوا لعند يسوع، من هيك عم بيصير في كتير ارتدادات، كتير خطأة صاروا 30 سنة و 40 سنة ما بيعرفوا شو معنى الاعتراف، ما بيعرفوا شو معنى الكنيسة، بيطلعوا أحياناً تيتفرجوا قولوا يا عمي هالناس عم بيطلعوا مار شربل، تأطلع هيك حشرية، بيطلعوا بتشوفوا مار شربل دق عبابهم وفتح وقال لهم غيروا حياتكم، تنقلب حياتهم.
180 درجة بلحظات وبيجوا فرحانين. هل توكل أحد على الرب وخزي؟ بقول المزمور أكيد لا. نحن علينا نتكل على الرب، واللي بيتكل على الرب دائما بينتصر. هيك مار شربل أكبر مثال لقلنا بأنه اتكل على الله ووصل بحياته وعم بيعمل رسالة عظيمة بكل العالم. المسلم عم بيروح يشوف، حتى في يهود وكل المسيحيين وكل إخواننا من المسلمين من كل الطوائف عم بيطلعوا على مار شربل وعم بيحسوا بعظمة القديس، كيقديش عم بمس قلبهم وعم بيطلعوا وقام. من هيك بقول أحد المعاصرين، لما الكلام؟ جوهر القداسة ليس في الكلام بل في العمل الصامت الذي يبني، وفي وجدانية المحبة الداخلية التي تبني. من هون أحبائي أنا بدي أعيد كل شخص منكم اسمه شربل، كل واحد منا تعمد عيد مار شربل أو أنه ترهب عيد مار شربل أو ابتدى أو صار كاهن أو تكلل لحتى يبقى هالقديس مرافقنا كل حياتنا ويدلنا على طريق القداسي يلي هو وصلنا مع الرب. صورة القداسي بتبقوا عديدة مش وحدة، طريق مار شربل يمكن صعب علينا، بس كل واحد منا من خلال حياته من خلال طريقه هو بيقدر يصير قديس. من هيك البابا يوحنا بولس الثاني قدس بي، قدس أم، قدس أزواج، قدس عمال، قدس متخصصين، قدس أطباء. لا، هو قال لهم، قال لهم روحوا جيبوا لي حياة لإنسان عم بيعيش حياته فعلا، عم بيتمم، عم بيعمل إرادة ربنا بحياته. هاي جملة الحقيقية، عم بيعمل إرادة ربنا شو ما كان يكون، وأنا برفعه على المذابح طباء وقديس وهيك صار. فإذا كلنا نحن مدعوين إلى القداسة تصديقا للي الصلاة اللي بنقولها نحن بالقداس قبل المناولة، الأقداس للقديسين بالكمال والطهارة والنقاوة. يلي عايشين طهارة ونقاوة وقداسة هودي بيكونوا قديسين. شربل هو طريق الثالوس إلى العالم، وهو طريقنا إلى الثالوس، إلى الآب والابن والروح القدس. إنه معنا وباسم المسيح يشفي ويعلم ويقود الناس إلى التوبة والفرح والسلام، وهذا نحن بحاجة إليه اليوم في أيامنا وكل الأيام، أيام وأيامنا واللي جايين. وعتفكر أن الشر رح ينتهي، رح يضل، ولكن كتلة الشر الكبيرة رح تنتهي وتكبر كتلة الخير وعمل الخير. الله يباركنا، وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع، وما شربل يحمينا ويرافق شبيبتنا يلي اليوم راحوا على لبنان وراح من عنا هوني أبرشيتنا 33 شاب وصبية لحتى يشتركوا بالمؤتمر الشبيبي الماروني العالمي. أكيد كنا حابين يكونوا أكثر، يكونوا 2000 و3000، إنما رح يكون عددهم لا يقل عن 1000. السبب رح يروحوا على لبنان، وهونيك في برنامج من جميعه، ولكن في برنامج كمان تسقيف ديني والعودة إلى الجذور وزيارة ضريح مار شربل لحتى يتبارك ويتقدسوا ويحملوا القديس محبته إلى العالم من بعد ما يكونوا شافوا قبره وركعوا وصلوا عند قبر القديس شربل. آمين. نؤمن بإله واحد. تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البونتي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث
كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. إتلوت مر بحيدلو والوتلو لم حادث اليو ونبسوغ الطيب وطوخ إعو للبيت واسغود بهايكلو أتقوتشو دمح الطوخ مريض عبار وبزادي قطوخ آلف عين صلى وعليم المرام قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة أبلهم الحياة والملكوت. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على ذا القربان الموضوع أمامنا جميعا الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية وأتله مريم ومار يوسف ومار مارون ومار شربل وجميع القديسين والطباويين والمكرمين في كنيستنا. أذكر اللهم آباءنا، لا سيما آباء هذه الرعية أبونا نبيه وأبونا سامر، وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة وأبناء هذه الأبرشية والنيابة في القدس والنيابة في عمان، وبخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، كل من دعي باسم شربل، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. صديقي عن قادشي وملعب لغبي
نتابع درسنا بحسب نافور الرسل 12 صفحة 728. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أخي كاهن الرب ويا شماس الرب، والسلام لكم يا خدام الروح القدس. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. لنشكر الرب متهيبين ونشكر نسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس، بك يحيط الكاروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. وبيومه هودقتم حشدي لمعبد حيه
سب الأحباب وقد شطو وبارخ وقدش وقصو يا بالتلميدة وكدمار سب أخو الملك والخون هونو دنيتا فغرو دير دحلو فيكون وحلو فساقية متقسي ومتيهن حوسو يتحوبي والحاي دلعو لم علمي هو خانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدة كدمار سابشتا ومني كل خون هونو بنيتا دمودي للدياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشد ومتيهد حوسو يتحوب والحاي دلع لم علمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسداً محياً ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان على بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل
اجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطرياركنا الانطاكي، وأبينا مانصلا بطرس، ومار موسى متراننا، والسائر الأساقف المستقيمين الرأي، لكي ما بحياة للوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة، نسألك يا رب. بصوت إلى الرب أصرخ، اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب. بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان، واستيفانوس رئيس الشمامسة، ومار مارون ومار شربل، أشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. بصوتي اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمي الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة، اقبل القرابين التي نقدمها لك عن مرحهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع الذي بوسطه نرجو أن لنا المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة، سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون وهو
أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن أبناءك الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف مع القديس الشرب القائلين: أبانا الذي في السماوات، لا تقدس اسمك، تأتي ملكوتك، لهو سجنك، لكان الدشماء أفضل، هب لنا رحمة سنكون آمين، واشبق لنا حبنا أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه المتوية، لأن لك الملكوت لابنك الوحيد وحده القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. رب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء والأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقل لما فات وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد. Thank you.
جسد المسيح دم للحياة الأبدية. 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 أيها المسيح جسد المسيح دم للحياة الأبدية. 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 جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة الأبدية. جسد المسيح دم وبركة سيدنا يسوع المسيح تنميك بالقامة والنعمة والحكمة. جسد المسيح دم للحياة الأبدية. جسد المسيح ودمه للحياة الأبدية. جسد المسيح دم 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 للحياة جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة بركة سيدنا يسوع المسيح جسد المسيح دم للحياة الأبدية 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 يوم القيامة فليكن صليبك جسد المسيح دم بركة سيدنا يسوع المسيح جسد المسيح ابن الله جسد المسيح رجانا جسد المسيح يا مديك جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة بركة سيدنا جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة الأبدية 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 بركة سيدنا يسوع المسيح تنميك بالقامة والنعمة والحكمة جسد المسيح دم للحياة الأبدية 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 جسد المسيح دم للحياة الأبدية
جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح بركة سيدنا يسوع المسيح جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح ودم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح ودم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة الأبدية بركة سيدنا يسوع المسيح تنميك بالقامة والنعمة والحكمة جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح ودم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة الأبدية بركة سيدنا يسوع المسيح تنميك بالقامة والنعمة والحكمة جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح بركة سيدنا يسوع تنميك بالقامة جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح دم للحياة جسد المسيح ربي رد الأهوال أقبلنا يضربنا وجد لا تماخل لك يجود ربي جلت يمناك لا تعرف القبض فمن منك ربي لا يستزيد جسد المسيح دم للحياة الأبدية 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 جسد المسيح دم للحياة بركة سيدنا يسوع المسيح تنميكما بالقامة والنعمة والحكمة جسد المسيح ودم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح دم للحياة الأبدية جسد المسيح ودم للحياة الأبدية جسد المسيح دم 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 للحياة الأبدية بركة سيدنا يسوع المسيح تنميك بالقامة والنعمة والحكمة جمعت ربي الخليقة في صوتي تناجي وسبحت تتغنى وتملت في رفعتي رأسي والطرف جثوا من ركبتين ووهنا جسد المسيح جنبي وهم
وأيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ولمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحيم. اطلب سيدنا التاج يا ركعة اللي جارتها السما، ما بتحكي بتصلي لله بالوما. النجمات يتعبوا النسمات وينعسوا النجمات، وانت باقي شمعة عم تسهر وتدوب، ودمعة تلاقي دمعة تعانق المصلوب، وانت باقي شمعة عم تسهر وتدوب، ودمعة تلاقي دمعة تعاني المصلوب. كاني في الليل ينام بتاني ميل، وتسهر انت تصلي بالنور المتجلي مع أهل السماء. تداوى ألام، علمنا صلاتك يا أجمل صلاة، كيف كانت حياتك الله شاغلة، تيضل يصلي لك هالشعب الحبيب، ويكتب تراتيلك عالشمس وما تغيب، شعشي عناديلك نور بهالسماء. بتحكي بتصلي لله بالوما. نشكرك أيها الرب الإله الآب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس برخمو ربون رشكوني وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. وما روحك أيها الرب يسوع إله خلاصنا، من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا إله الخير والرب الرحوم وسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطايا غفرانا.
آمين. وللمرضى شفاء، آمين. ولمنكسري القلوب رجاء، آمين. وللحزان عزاء، آمين. وللموت راحة، آمين. وللأسرى خلاصا، آمين. وللمسافرين رفيقا، آمين. وللبعيدين مرشدا، آمين. وللقريبين حافظا، آمين. ولهذا الشرق سلاما، آمين. ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذه الرعية وسكانها المؤمنين باسمك. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ارفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. يا رب انصر الحكام وكل المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة سيدة أم النور ومار يوحنا البتول ومار شربل وجميع القديسين. آمين. عيد مبارك علينا جميعاً.